السلام عليكم. تعتبر البيانات أو الداتا سيتس مكون مكونات أي بحث علمي أو شركة أو أي جهة بحثية في العالم. البيانات هي الوحدة الأساسية في أي دراسة إحصائية. البيانات يتم تحليلها وتفسيرها للحصول على المعلومات أو نتائج. أما في حالة الاستشارة عن بعد، موضوع حديثنا اليوم، فتعتبر المرئيات الفضائية أو الخريطة زي الخريطة الجيولوجية أو زي الخريطة التنمية الجوفية هي المصدر الرئيسي للمعلومات، بجوار بعض البيانات اللي أنت بتروح الحقل بتتجمعها من الحقل، زي مثلا المعلومات من الآبار المياه الجوفية. تعالوا نوضح أهمية البيانات وأنواعها، وهي البيانات المطلوبة لبعض التطبيقات مثل تطبيق المياه الجوفية أو التغيرات اللي طرأت على استخدام الأراضي أو Change Detection. تعالوا نوضح أهمية البيانات وأنواعها، وإيه نوعية البيانات المطلوبة لبعض التطبيقات والتغيرات التي تطرأ على استخدام الأراضي. أهلا بكم في Digital Earth. لو أنت أول مرة تشوفنا، رجع الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. نصيحة للزملاء الباحثين، هذه الحلقة هامة جدا لكل أنواع الباحثين، باحثين في الريموت سينسينج، باحثين في الجي اي اس، باحثين في الجيوماتيكا، لأن كل بيانات تعتبر بيانات واحدة مع اختلاف أنواعها. لازم تحدد بالضبط نوعية البيانات أو المعلومات ومصدرها وأهميتها للبحث بتاعك أو لشغلك لو أنت حتى مش باحث. تحديد نوعية البيانات المطلوبة ستوفر عليك الكثير من الوقت والمال، وستسهل عليك تحليلها وظهر النتائج أفضل، وبالتالي نجاح البحث أو المشروع اللي أنت شغال عليه. يعني بيانات؟ إيه المقصود بالبيانات؟ أو في حالة الاستشعار بعد المرئيات، البيانات اللي حابب نعرفها بوجه عام هي الوحدة الأساسية في أي دراسات إحصائية. بيان رقم، ممكن يكون رقم، ممكن يكون كمية، ممكن يكون قيمة نوعية، والقياسات الأخرى ممكن تكون أرقام، ممكن تكون صور، ممكن تكون خريطة، ممكن تكون مرئية فضائية، كل بالنسبة للشغل بتاعنا في الجي اي اس والريموت سينسينج. الجي اي اس كلها معلومات، كلها أرقام، يعني إحنا شغالين البارت بتاعنا، الشغل بتاعنا ده اسمه الانفورميشن تكنولوجي. إحنا شغالين في مجال الانفورميشن تكنولوجي، الانفورميشن تكنولوجي مع اختلاف التايتل. البيانات لا يمكن أن تكون قيمة إذا تم تفسيرها أو معلومة ذات مغزى. يعني وانت عندك بيانات مش عارف تفسرها، مش عارف تعمل لها interpretation، مش عارف تعمل لها analysis، يبقى ملاش أي معنى، ملاش أي قيمة. في عندك معلومات كتيرة، ممكن يكون ذات تعداد السكاني، ممكن يكون حوادث الطرق، دي كلها معلومات أنت بتجيبها وانت شغال على الحوادث بتاعت الطرق. ممكن حوادث مثلا crime analysis في جي اس، دي حالات شائعة. ممكن مثلا حالات الكورونا، في كل مكان تعمل special analysis بالحالات وتجيب لها أرقام، كل دي أرقام، والأرقام دي بتطبقها على الصورة وبتقارنها بالصورة. أما في حالة الاستشعار بعد، فأنت عندك برضو حاجات المرئيات، مرئيات كتيرة، مرئية فضائية بتاعت الانسات زي ما اتكلمنا قبل كده، المرئية الفضائية بتاعت الجيوستيشنري اللي هي مثلا زي موديس، مرئيات فضائية كتيرة جدا. هذه المرئيات الفضائية هي المصدر الرئيسي للبيانات، هي المصدر الرئيسي للمعلومات. انت بتطلع معلومات جيولوجية، معلومات جغرافية، معلومات مائية للمياه الجوفية للمعادن الموجودة في المنطقة، فكل دي هي مصدر اساسي للمعلومات حتى خارج الجي اي اس والريموت سينسينج. ممكن اي واحد بتاع زراعة ممكن يستخدم مرئية، ممكن يستخدم صورة، ممكن يستخدم درون، والدرون دي تصور المنطقة. كل دي اسمها بيانات يا جماعه. ازاي نجمع البيانات وانواع البيانات؟ حجمها في الحقل. اذا انت مثلا بتروح بتجيب بيانات، مثلا انت شغال على المياه الجوفيه، بتشوف الصوره، بتدرس الصوره، بتطلع منها بيانات، بتروح تقارن هذه البيانات على الارض، بتروح تعمل مساحات جيوفيزيائيه، وبتروح مثلا تجيب معلومات من الابار المياه الجوفيه، السالينيتي بتاعه المايه، مثلا الووتر ليفل بتاع المايه، كل دي اسمها بيانات، كل دي اسمها ارقام بتفيدك في الدراسه بتاعتك. لو انت ما عرفتش معنى وقيمه هذه المعلومات، يبقى انت في النهايه ما تعرفش تعمل بحث علمي، مش هتطلع نتائج، مش هتعرف تحل مشكله معينه في البيئة. طيب ايه هي انواع البيانات والتقنيات وازاي بنجمعها؟ البيانات في نوعين من البيانات يا جماعه، او الداتا سيتس، البيانات الاوليه، ودي البيانات الاوليه اللي هي الاوريجيناليتي بتاعتك انت، اللي انت ممكن تطلعها من الصوره وانت اول واحد تطلعها، معلومات عن الغطاء النباتي، معلومات عن المياه الجوفيه، معلومات كل اللي لو انت طلعتها من الصوره ونشرتها في اي بحث علمي، البيانات دي بتاعتك انت، ولازم يعمل ريفرنس ليها. يبقى دي بيانات اصليه، دي الاوريجينال بتاعتك، والبيانات دي بيتم جمعها. ممكن انت تروح تعمل كويتشنير مثلا، تعمل مقابلات مع حد وتجمع البيانات دي وتعمل لها دراسه وتحليل. ممكن تعمل مثلا تروح قبل الفلاحين في الحقل، مثلا يا جماعه الرز ده على امتى بيوطي، امتى الحقل بياخد ميه اكتيف، كل دي معلومات انت بتجمعها في الحقل. اذا المعلومات انت مصدر المعلومات، انت السورس بتاع المعلومات في هذه الحاله اسمها بيانات اوليه. الشخص ده بيقوم بجمع بيانات، انت تروح للحقل مثلا تشوف مياه جوفيه مثلا في اي مزرعه، جمع الووتر تيبل والحاجات دي، البيانات دي انت بتجمعها. اوكي البيانات دي بتاعتك، بتروح توديها للايجنسي او
الهيئه اللي انت شغال فيها شغل وزاره الزراعه او مثلا وزاره انت لكن لما بيعمل ريفرنس بيعمل ريفرنس لوزاره الزراعه لان انت شغال في وزاره الزراعه. لو انت شغال في البحث العلمي بيعمل ريفرنس ليك انت لان البحث العلمي ملكك انت، ولما يجي يحط ريفرنس يحط اسمك انت ما يحطش اسم الجامعه، خلي بالك من الحته دي. يبقى هو مصدر الاوريجيناليتي اللي هو البيانات اللي بنسميها بيانات اوليه. ما تهمت البيانات الاوليه حتى الان لو انت ما اتنشرتش حتى الان كل الداتا بتاعتك، وحتى لو انتشرت برضه بتاعتك، ولما تيجي مثلا اي واحد ياخدها من البحث بتاعك انت نشره لازم يرجع ريفرنس ليك، مثلا تبقى بالجوريزم. هي البيانات الاوليه دي بتكون اكثر ثقه واكثر موضوعيه. ليه؟ لانك انت اللي عاملها بايدك مش واخدها من حد. البيانات الاساسيه مثلا يمكن تغييرها ومن قبل الكائنات البشريه، ممكن تلعب في البيانات دي وتعمل انهانسمنت ليها زي ما تاخد صوره قمر صناعي مثلا. صوره القمر الصناعي فيها بيانات بيكسلز، البيكسلز دي فيها ارقام، ومين اللي خدها الارقام دي؟ هذا الكاميرا، الكاميرا فيها الكاميرا في القمر الصناعي. انت تاخد الارقام دي وتاخد الصوره وتلعب بيها في السوفت وير، بتعملها انهانسمنت، بتعملها فلتريشن، فانت بتغير في الاوريجيناليتي بتاعتها وبالتالي بتعمل تطوير ليها، وبالتالي الانهانسمنت وكل الحاجات دي لو انت عملتها جديده بتتحسب ليك. ما تحسبش القمر الصناعي، ما تحسبش ليه صوره القمر الصناعي، ما تحسبش الاسم الناسا، تحسب ليك انت لانك انت لعبت في الصوره، انت غيرت الارقام، انت طورتها. هذه الحاجه كلها دي اسمها اوريجيناليتي اوف داتا، والداتا دي بتاعتك انت انت بتحسنها، انت بتبتكرها، انت بتعمل انهانسمنت للصوره، ودي بيانات خاصه بيك، دي اسمها البيانات الاوليه الاوريجينال داتا او البرايمري داتا. طب تعالى نشوف بقى ازاي بتجمع البيانات الاوليه وازاي بتجيبها. ده بالنسبه لاي باحث او اي واحد شغال في الشركه بتاع معلومات او بتاع اي تي بيعمل عايز يجيب بيانات اوليه بيعمل الاتي: بيروح يعمل مسح استقصائي للمنطقه. مثلا لو انت شغال في الدراسات الاجتماعيه مثلا والاداره والتسويق والكلام ده، بتجمع معلومات بالتليفون، بتجمع بتقلب بالناس في السوق، قبل الناس في الشوبينج مول، الكلام ده بتجمع عنه معلومات. المعلومات دي بتحطها في السوفت وير بتاعتك وتخش زي مثلا اي سوفت وير متخصص مثلا زي الاس اس بي مثلا، تدخل تعمل اناليسيز مثلا منتج كذا، منتج راح، منتج نزل، كل دي اسمها مسح استقصائي، وانت المصدر بتاعها انك انت رحت السوق، انت رحت شوبينج مول وجمعتها. ممكن تدي استبيان، ممكن تروح مثلا المسح مثلا استبيانات قائمه على الاسئله المفتوحه، بتسال الراجل ايه رايك في المنتج ده، مش عارف ايه، وهكذا. بتروح الحقل زي ما انا قلت قبل كده، بتروح تقابل تاخد البيانات من الحقل، من الفلاح اللي شغال في الارض اللي هو مصدر الرئيسي للمعلومات، هو في الحقل، هو في الارض، هو عارف كل شيء اكتر منك. وانت تاخد المعلومات دي بتدخلها في السوفت وير، او انت بتعمل لها دراسه باي سوفت وير او اي تولز اخرى. ممكن تقابل ناس، ممكن مثلا ملاحظات، ممكن تقابل تاخد ملاحظات من ناس مثلا. ممكن انت لو انت عايز تروح انت راجل شغال في المياه الجوفيه، ايه اللي بتعمله؟ بتروح على الفيلد جيولوجي، بتروح على الابار، تجمع بيانات عن السواتر تيبل، بتجمع بيانات عن ملوحه الميه، بتجمع معلومات على ايفابوريشن، بتشوف تعمل قياسات للتربه، بتعمل تيست للتربه. كل دي انت اسمها مصادر اوليه او مصادر بيانات اوليه اللي انت البرايمري، انت الراجل السورس بتاع البيانات، انت الصور البيانات دي ملكك انت، بتعملها عشان تاخدها بعد كده المختبر، تعملها تحليل وتطلع بالتحليل دي انت عملها نتائج. النتائج دي بتبقى مهمه جدا لوصول للحلول لمشاكل معينه في المجتمع او في البيئه. طب النوع الثاني من البيانات وده اقل جوده هو البيانات اللي اسمها بيانات ثانويه سكندري داتا سيتس، وهي البيانات دي بيتم جمعها بالفعل من قبل البيانات الاوليه. يعني انت مثلا نشرت حاجه، جبت معلومه جديده من خلال صور اقمار صناعي وعملت لها نشر، في هذه الحاله بياخدها واحد، ياخدها من النشر البحث اللي انت نشره، دي في هذه الحاله بيعمل ريفرنس ليك زي ما احنا قلنا قبل كده، وفي هذه الحاله تسمى البيانات بيانات ثانويه. يعني مش انت اللي عاملها، الاوريجيناليتي بتاعتها مش ليك، لواحد تاني. بهذه الحالة نسميها بيانات ثانويه. بيانات ثانويه ممكن تاخدها من مثلا من معهد الاحصاء مثلا بتاع السكان، ممكن تاخدها من معهد الزراعه مثلا، ممكن تكون بيانات تاخدها من مثلا من اي وزاره تخطيط. كل هذه البيانات تسمى بيانات ثانويه، مش انت اللي عاملها، انت تاخدها من ناس ثانيه هي عاملاها. بس المعلومات اللي انت بتاخدها دي اللي بتكون ثانويه بتكون معلومات غير موثوقه، يعني ممكن يكون في حاجه غلط لازم انت تراجعها وتكون كيرفول وانت بتستعملها. مين هي مصادر البيانات الثانويه دي؟ ممكن زي ما قلت لك مدخول من معهد، من حكومه، من او من اي ايجنسي. بالنسبه للاقمار الصناعيه، انت طبعا لما تاخد صوره مثلا تشتريها من اي بروفايدر على الانترنت، صوره مثلا كوك بيرد شريحه غاليه، الهاي ريزولوشن سبيشال ريزولوشن بتاعتها عاليه، الكوك بيرد مثلا هاي سبيشال وشريحه غاليه، هل في دي مثلا الثقه بتاعتها مجروحه؟ لا، ما فيش، دي بالعكس دي اوريجينالتي بتاعتها عاليه جدا. وانت دي اسمها احنا بنسميها رو داتا. رو داتا يعني داتا لسه ما حصلهاش تحليل. يعني اذا الصوره ده هي البيانات في صوره القمر الصناعي او في المرآة الفضائية هي اسمها رو داتا، او بيانات لسه ما حصلهاش تحليل، او بيانات لسه خامة بيانات خامة. في هذه الحالة انت الصورة بالرغم ان انت شاريها من الانترنت، انما الصورة لما انت تيجي تحللها
اصبحت بيانات الاوليه بتاعتك انت اللي انت خدت طلعها من الصوره. طب لو واحد جه بعد كده خد المعلومات دي انت طلعتها من الصوره دي، انت اسمها السكندري داتا سيتس او البيانات الثانويه. من دي طبعا حاجات مهمه جدا تكون عارفها. في واحد مثلا يروح الجرايد الجورنالز بتاعت السبرينجر مثلا الببلشر المشهور، وياخد مثلا بيبر مثلا امباكت فاكتور عاليه، منشور في جورنال امباكت فاكتور عاليه، وياخد المصادر الريفرنس منها، وياخد بيانات منها عن نفس المنطقه اللي هو شغال عليها. دي بتسمى سكندري داتا سيتس. اوكي، ممكن تاخدها من مجلات، ممكن تاخدها من صحف، ممكن تاخدها الحاجات دي مش من المجلات والصحف، دي مش تخصص الشهر عن بعد. ممكن حد شغال في الفن، ممكن شغال مثلا في معهد رياضه او مثلا مع نادي رياضي، بياخد معلومات بتاعته من مجلات الرياضيه ويبتدي يعمل لها ابديت ويبتدي ينشرها. يبقى دي اسمها معلومات ثانويه. يبقى المعلومات الثانويه هي ممكن تكون معلومات اوليه محصول لها ابديت، يبقى اسمها معلومات ثانويه. ده الكلام ده موجه لكل الباحثين، الكلام ده موجه لكل الناس اللي بتوع الاي تي اللي شغالين في اي مصلحه حكوميه او في اي مجال في الاي تي في البلد العربيه. ممكن تروح على مثلا مصادر الكترونيه، ممكن دلوقتي الانترنت متوفر بسرعه عاليه جدا ومتوفر لكل البلاد العربيه، ممكن انت جود سورس اوف انفورميشن الى الانترنت وسريع جدا، ولا انت مش محتاج تسوق سياره وتروح المكتبه وتقرا زي زمان. لا، انت بتروح الانترنت تضرب الورق التايتل انت عاوزه بتطلع لك المعلومات، بس لازم تكون بي كيرفول وانت بتجمع المعلومات دي والبيانات دي عشان تستخدمها في البحث العلمي بتاعك، سواء كان استشاره عن بعد، سواء جي اي اس، سواء وات ايفر، سواء اي حاجه معلومات، او سواء شغال في مثلا في الدراسات الاجتماعيه او مثلا السكان، كل دي المعلومات دي لازم تكون بي كيرفول انت بتجمعها. ممكن مجالات الكترونيه زي بتاعت السيفر واللي احنا بننشر فيها دي مصدر جود بابشر سترونج زي السيفر مثلا، زي سبرينجر، زي مثلا تايلور اند فرانسيس، كل البابليكيشن فيه محطوط على ريفيور عالي جدا، ولما بننشر فيها بتبقى المعلومات اللي في البيبرز ده هي اللي مع البابليشر ده بتبقى معلومات موثوقه، معلومات قويه ما فيهاش اي شك لانها مرت على كذا ريفيور. ممكن تروح موقع الويب مثلا، انت عايز تعمل مثلا على برشلونه، دراسه عن برشلونه، دراسه تاريخ برشلونه، دراسه مثلا عدد اللاعبين، مثلا الاستاتستيك عن المجهود اللي بيعملوه طول الماتش، كل المعلومات دي انت بتجيبها من الانترنت، بتجيبها من النادي، موقع النادي، بتجيبها من الطبيب اللي هو بيعمل الحاجات دي شغال في النادي برشلونه. دي اسمها معلومات ثانويه لان مش انت اللي عاملها، ولازم تحط الريفرنس. ما زي بلجريزم ده مشكله كبيره في الغرب يا شباب، مصيبه، ممكن تخش السجن عليها لو انت عملت بلجريزم واتمسك، ممكن يلغوا لك الرساله بتاعتك، ممكن يلغوا لك البحث بتاعك، ممكن يحطوك في السجن لو اثبتوا عليك ان انت عامل بلجريزم بدون ريفرنس وعامل كوبي بيست كتير جدا في البحث بتاعك. ودي مشاكل لازم الاخوه الباحثين العرب يعرفوها، ان كارثه لو انت ابتديت تعمل كوبي بيست من اي بحث دون ريفرنس، ولازم تغير الاسلوب، تعمل ابديت للمعلومه انت بتاخدها او ابديت للتكست انت بتاخده من اي، ولازم تحط الريفرنس بتاع التكست اللي انت تاخده من اي مجله او من اي جورنالز. اتفقنا؟ يبقى السكندري داتا سيتس مهمه جدا يا شباب، ولكن لازم تكون كيرفول وانت بتستعملها، ممكن يكون فيها خطا، ممكن فيها ايرور، والايرور ده ممكن يعمل لك مشاكل في النتائج ويعمل لك تاخير في البحث بتاعك او تاخير في التخرج بتاعك سواء كان ماجستير او دكتوراه. طب ايه هي مزايا وعيوب البيانات الاوليه اللي انت عاملها بايدك؟ التفسير بيانات بيكون افضل من البيانات اللي انت الثانويه انت مجمعها، انت اللي عاملها بايدك، بتبقى بناء عليه البيانات الاوليه افضل، بتعالج مشكلات مستهدفه ان البيانات الاوليه انت مجمع بيانات عن مثلا عن الجراوند ووتر انت مجمعها من الابار، يبقى دي انت بتعالج مشكله مثلا ملوحه، مشكله هبوط الووتر تيبل بتاع المياه الجوفيه، يبقى دي اسمها المزايا بتاعت البيانات الاوليه. والكفاءه في انت بتحلل الداتا بايدك، ويعني كواليتي اوف داتا بتكون عاليه جدا لان انت اللي عاملها، انت اللي عارفها، انت ادرى بالمشاكل اللي في الداتا ده هي، وانا دي المزايا بتاعتها، بيعالج قضيه بحثيه محدده، وانت بتتحكم اكتر في الداتا بتاعتك، بتقدر تلعب فيها براحتك لانك انت اللي مجمعها وانت اللي عاملها بايدك وانت اللي هتحللها. دي ممتاز جدا، دي المزايا ممتازه. والقضايا الملكيه بتاعتك بتبقى انت عندك الاوريجيناليتي بتاعت الداتا ده هي، بتاعت الانتربريتيشن، بتاعت التفسير، بتاعت البيانات، هي حد ممكن ياخدها منك في المستقبل، فاسمك بيتنشر في الموسوعات، اسمك بيتنشر في الجرايد، فالمستوى العام بتبقى انت ويل نون، بتبقى فيجر في الاريا بتاعتك. دي كل دي المزايا بتاعت انت بتجمع الداتا وبتحللها بنفسك، بنسميها البيانات الاوليه. المساوئ بتاعتها بتبقى غاليه مكلفه، انت بتروح بالحقل وبتاخد السياره، والسياره دي بتاخد بترول وبتروح تلف على مجهود ووقت متعبه، ولكن اورجنتي اعلى، تستهلك وقت، بتلف على المزارع، بتلف مثلا على الشوبينج مولز، بتلف على معاهد الابحاث، بتجمع منهم ارقام
كل دي اسمها المساوئ والعيوب بتاعت الاوريجيناليتي، العيوب بتاعت الايه البيانات الأولية. انت دلوقتي مطلوب منك المزيد من عدد من الموارد، تغذية مرتدة غير دقيقة، يعني انت احيانا بتبقى مثلا ممكن يحصل خطأ صغير، الخطأ ده ممكن يعمل لك مشكلة عشان انت المحللها. كل دي اسمها عيوب ومساوئ ان انت بتاعت البيانات انت بتجمعها والبيانات انت بتحللها بنفسك، ممكن يطلع فيها مشكلة، المشكلة دي تترد عليك انت، ده اسمه عيب. بالرغم ان انت تعبان فيها وبالرغم ان انت تعبت في التحليل، ممكن اي خطأ في التحليل بتتحسب عليك، ده اسمها عيوب. يبقى فيها الدبل، ممكن يكون ميزة وعيب، اللي هي البيانات الاولية دي، انك انت لما بتحللها كويس تبقى انت فيجر في المجال بتاعك، بتبقى انت معروف، الناس بتقولها بتعمل لك رفرنس، الناس كلها بتنظرك نظرة اعجاب. ولكن اذا خطأت فيها، وده العيب بتاع تحليل البيانات الاولية، بتترد عليك وبتبقى مشكلة، وبتبقى تعمل مشاكل لك في المستقبل إذا طلعت النتائج غلط. طيب نروح على النوع الثاني من البيانات، والبيانات السنوية. ايه هي بيانات مثلا؟ البيانات السنوية دي انت رحت جمعتها من مثلا من جمعتها من الانترنت، رحت جمعتها من النادي، رحت جمعتها مثلا من اي كتب، من اي مجلات، من اي مراجع. ممكن تكون ايه اسمها غير مكلفة، انت قاعد على الكرسي في المكيف ومشغل الانترنت وعملت جمع في بيانات، فدي اسمها غير مكلفة ولا تستهلك وقت ولا جهد، وفي النهاية بتكون متوفر على مثلا المتوفر على الفور، انت في دي بتاخدها في لحظه، بتاخدها من على الانترنت وبتشتغل بيها، مش محتاجه تنقيح كتير، مش محتاجه مثلا مراجعه كتيره. البيانات الاولى بتوفر البحث، بتوفر الوقت وتوفر المجهود. كل دي اسمها مزايا البيانات السنويه، انت بتاخدها من اي من اي مكان، من اي مرجع، من اي كتاب، من اي ويب سايت، من اي مجله، من اي مثلا من اي معرض، من اي شوبينج مول، من اي مثلا، وهكذا. دي كلها اسمها المزايا بتاعت البيانات السنوية. الصعوبات بتاعتها تكون صعوبات قليلة نوعا ما، او المجهود بتاعها قليل او غير مكلفة. طب بالنسبة لعيوب البيانات السنوية، عيوب البيانات السنوية، اول عيب زي ما قلنا قبل كده ان هي غير موثوقة، يعني فيها شك، لا يعتمد عليها، لازم تراجعها كويس، to be careful وانت بتعملها وتاخدها وتحطها في البحث بتاعك، لازم تراجعها كذا مرة، عشان دي لا يمكن الوصول اليها بسهوله. في بعض البيانات السنويه انت مش عارف تاخدها، مثلا تروح وزاره الزراعه مثلا عايز تاخد منهم بيانات ما يدوها لكش، يبقى انت لازم تروح تعمل بيانات اوليه وتروح انت الحقل بنفسك وتجمع البيانات دي. في هذه الحلقه البيانات السنويه ده هنا عاده انت ما تعرفش توصل لها، او غالبيه السيكتورز او الجهات الحكوميه في كل البلاد العربيه، كل بلاد حتى اللي انت بتعمل فيها بحث عامي، ما يدوكش البيانات بسهوله، لان الداتا دي بالنسبه لهم الداتا دي غاليه جدا، الداتا دي مش بيدوهاش لاي حد، لازم يكون تجيب واسطة عشان تجيبها. ده أهم مثلا أقول لك إيه، أهم والله أخطر حاجة في البحث العلمي إنك أنت بتجمع البيانات دي، أخطر حاجة، وبتاخد وقت كتير جدا. أحيانا تدخل على بحث العلمي وأنت جديد بتتوه، بيبقى توهان لو أنت مش محدد الهدف بتاعك من الأول، هتعمل إيه في البحث العلمي بتاعك، هتجيب الداتا إيه المطلوبة، هتتوه، هتضيع منك أول سنة من البحث العلمي بدون ما تعمل أي شيء، عملت رفع جات الحكومية وجات الحكومية ما تعرفكش، مش هديك حاجة، عملت تروح مثلا لوزارة الزراعة تجيب منها بيانات عن المية، تجيب منها بيانات عن مثلا المزارع، تجيب منها، مش هديك حاجة. لازم واسطة، لازم يكونوا عارفينك، لازم يثقوا فيك، لازم تكون معروف بالنسبة لهم، مثلا مفيش حد هديك حاجة، هتفضل تلف في مكان لمكان وتضيع وقتك وتضيع الوقت بتاعك وتضيع عمرك وانت بتلف على الداتا بدونك. فبتخش على البحث العلمي وانت بتكتب البروبوزل تكون محدد الداتا اللي هتستخدمها وهتعمل ايه بالظبط، الداتا دي هجيبها من كذا، الداتا دي هجيبها من كذا. احنا بالنسبه لك في الريموت سينسنج جايس الوصول للداتا بيكون سهل، البيانات تجيب صوره قمر صناعي ممكن تجيبها من الانترنت فري، ممكن تشتريها، انت بتبقى عارف انت بتعمل ايه. انما في بعض الناس في بعض الابحاث بيبقى تايه مش عارف، وغالبيه الناس بالذات في جايس مش عارف يا اما يشتغل ازاي، مش عارف يبتدي ازاي، وبتضيع سنه من عمرك. يبقى اخطر جزء في البحث العلمي هو جمع البيانات، الداتا كولكشن. اخطر جزء في البحث العلمي في المرتبة الثانية هي الانتربريتيشن، ازاي انت تعمل تحليل الداتا دي، انت بتبقى جاي لسه جديد على تعملية الداتا اناليسيس، كل دراستك بتبقى دراسة نظرية في الكلية، في البكالوريوس مثلا او في الماستر بتبقى دراسة نظرية، تيجي على الدكتوراه والماجستير بتبقى مش عارف تعمل الداتا اناليسيس لانك انت مش متعود، مش متدرب عليها من السنين اللي فاتت، وبتبقى انت جديد على الكارير فبياخد منك وقت. دي ببساطة يا جماعة المزايا والعيوب بتاعت البيانات الاولية والبيانات السنوية. خلي بالك البيانات الاوليه بتكون طبعا افضل، البيانات الاوليه انت لازم تشتغل عليها، البيانات الاوليه دي مهمه جدا بالذات في الدكتوراه، لازم انت تبقى الاوريجيناليتي بتاع الداتا، انت المصدر السورس بتاع الداتا في الدكتوراه بالذات.
اخيرا بقى تعال نشوف في اخر جزء من حلقه اليوم او اخر جزء من الفيديو اليوم بتاع البيانات، حجم البيانات يا شباب، حجم البيانات مهم جدا برضو، زي نوع البيانات وفي هناك حجم البيانات. حجم البيانات مثلا 2 جيجا 4 جيجا 1 تيرا. السرعه دي مدينه بيبان بالنسبه احنا كراجل ناس متخصصين في الريموت سينسنج، قدمنا هنا دلوقتي ايمج، ايمج مثلا او خريطه، ايمج للعالم كله، ايمج لامريكا، ايمج مثلا للانسات، ايمج كلوكو بيرد. بالنسبه هناك علاقه هامه جدا ما بين السكيل بتاع الصوره بتاعتك وحجم البيانات. السكيل والحجم البيانات والبيكسل سايز. انت دلوقتي على الشغل على العالم، مش هتقدر تروح على كوك بيرد وتشتغل عليه، بيانات كتير جدا. لو مثلا الصوره الامريكا مثلا عايز تحطها على هاي ريزولوشن اللي هو 0.6 مثلا كوك بيرد، الصوره الامريكا كوك بيرد محتاجه له حوالي 20 تيرا على الهارد ديسك، تاخد مساحه كبيره جدا على الهارد ديسك، وبتبقى بيانات غاليه جدا. دي بتكون مش موجوده بس عند المساحه عند الهيئات الغنيه جدا، مثلا زي هيئه المساحه الجيولوجيه الامريكيه، دي مثلا الهيوج داتا بتكون هاي ريزولوشن بتبين لك كل شيء في امريكا، ودي بتكون غاليه جدا وبتاخد مساحه كبيره جدا على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر. لو انت مثلا عايز تشتغل على العالم كله، على الميتورولوجي مثلا، على صوره الفيجيتيشن مثلا على العالم، بتاخد موديس. موديس ده بيكون بيكسل سايز بتاعته حوالي 250 او 500 او كيلو، بتكون السبيشال ريزولوشن لو، وبتكون البيكسل سايز كبيره او كورس بيسموها اوفري كورس، وبالتالي بتاخد حجم صغير جدا على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر بتاعك. لو انت مثلا عايز تشتغل على مثلا الرز زي ما قلنا قبل كده، زي اليابانيين والتايلانديين وكل دول عندهم، والناس بتوع اسيا دول بيستهلكوا كميه رز عاليه جدا، فكل تركيزهم على دراسات الابحاث الحاجات الاكل بتاعهم الفود بتاعهم، فبياخد صوره مثلا قمر صناعي وهايكو زي كوك بيرد مثلا، هياخد الحقل كبير جدا، هتبقى غاليه جدا عليه ومكلفه جدا، ودي مش اي فرد مسكها، لا ده بتبقى هيئه برضو اللي عندها المعلومات بتاعت الرز او بتاع هاي ريزولوشن، فيري هاي ريزولوشن ايمج، اذا دين فيري هاي ريزولوشن بتاخد كميه هائله من السبيس على الكمبيوتر بتاعك، وتبقى غاليه جدا وسعرها عالي جدا، بدل الدنس بتاعت عاليه جدا، الدنس بتاع البوينت كلاود، الدنس بتاعت الكثافه بتاعت البيانات بتبقى عاليه جدا، لان هاي ريزولوشن فيري هاي ريزولوشن بتاخد مساحه اكبر على الهارد ديسك، وبتبقى غاليه جدا، ومش اي حد يقدر يمتلكها غير الهيئات الكبيره الغنيه اللي معاها فلوس. ماشي يا شباب، وفي هذه الحلقه البروسيسنج بتاع الايمج بتكون هاي دنس عاليه، بيكون الكثافه بتاعتها عاليه جدا، بيكون الكمبيوتر لازم يكون عايل تكون شغال على ورك ستيشن، لازم يكون عشان يبقى سريع البروسيس بتاعه اسرع. دي كلها بتعمل لو انت شغال الكمبيوتر عادي، الهاي الحجم بتاع البيانات تكون عالي جدا، الدنس عاليه جدا بتاع زي كوك بيرد كده، والبيانات بتاعته بتكون كثافتها عاليه جدا، بتعمل لو بروسيسنج، بتاخد وقت كبير جدا في الكمبيوتر وبطيئه، ممكن تسيب الكمبيوتر شغال طول الليل. لو طب لو انت عندك خريطه العالم المودس مثلا، العالم جمعت خريطه مثلا او صور لمودس على مستوى افريقيا او مستوى مثلا امريكا او مستوى مصر مثلا السعوديه، والصوره دي مثلا فور اكزامبل مودس انا محتاج حوالي 20 صوره او 30 صوره يغطوا السعوديه كلها، خمس ست صور او 10 او اربع صور يغطوا الامارات كلها. اذا مودس بيكون الكورس ريزولوشن، وبيكون بياخد داتا اقل على الكمبيوتر، بياخد مساحه حجم المساحه بيكون البيانات بيكون قليل، بيكون سريع في البروسيس في الوقت، كونسيومنج ليس تايم، ومش مكلف، تاخده فري من الانترنت. كل دي اسمها البيانات بتاعت الانترنت، انواع البيانات بتاعت الاستشاره عن بعد، البيانات بتاعت انت تجيبها من البروفايدر او جوجل فري من اللانس، من زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت نجيب البيانات من اليو اس جي اس اللي هي المساحه الجيولوجيه الامريكيه، بتجيبها فري، بس انت محتاج شويه بروسيس، لازم تنظفها، لازم تنظف الصوره. في هذه الحاله البيانات دي اسمها مودريت سايز، لان سبيشال الريزولوشن بتاع اللانسات وبتاع مثلا فور اكزامبل سنتينل بيكون 10 او 20 متر او مثلا 30 متر بالنسبه للانسات. ماشي، بالنسبه للهاي ريزولوشن زي كوك بيرد وزي ايكونس او زي اللايدر، اللايدر دي بحجم بتاعت كثيف بوينت كلاود، ممكن تاخد مثلا صوره مثلا للامارات باللايدر مثلا تاخد مثلا 10 تيرا 20 تيرا 30 تيرا، هاي والبروسيس بتاعها يكون تقيل جدا على الكمبيوتر، وعايز كمبيوتر معين البروسيس بتاعه يكون عالي جدا يا شباب. دي اسمها البيانات، دي اسمها حجم البيانات. احنا دلوقتي عايشين عصر ثوره التكنولوجيا، ثوره البيانات يا جماعه، ثوره البيانات، بيانات فيها ارقام
كبيره جدا هيوج، كل بلد فيها داتابيز للسكان، داتابيز للزراعه، داتابيز مثلا للناس اللي شغالين عندهم، داتابيز في كل شركه، داتابيز في كل معهد، داتابيز عندك انت في البيت وتشغل في بحث علمي عندك انا عندي داتابيز عاليه جدا من لاندسات ومن كوكبر، كل ما عندي داتابيز عن الابار المجافيه، داتابيز عن النخل في الامارات، عن النخل في السعوديه، داتابيز عن اسمها الداتابيز ده اللي اسمها البيانات يا جماعه، بيانات فيري امبورتنت في بحث علمي، البيانات مهمه جدا، خلي بالك بيانات لازم تكون انت سيلكتيف، لازم انت البرايمري سورس، لازم انت المصدر بتاع البيانات اللي انت هتشتغل عليه، مهم جدا البيانات يا جماعه، المهم ركن اساسي في البحث العلمي، ركن اساسي في اي شركه، ركن اساسي في اي دوله، ركن اساسي في الاقتصاد. بالنسبه للحلقه القادمه ان شاء الله الى هنا بنتوقف عند موضوع البيانات، موضوع المرئيات الفضائيه، موضوع البيانات في الاستشعار البعد، البيانات في اي اريا في الدراسات دي اسمها، كل دي اسمها بيانات، بيانات مهمه جدا زي ما قلنا قبل كده، وبنكرر تاني تالت. الحلقه القادمه ان شاء الله هحاول اشتغل على الايمج انهانسمنت، ازاي نعمل ايمج، هاخد صوره لاندسات وازاي اعمل لها انهانسمنت في الفلتريشن مثلا، او بعملها سكات صوره رادار، بعملها سينثيتك رادار ايمج، بعملها الدم مثلا، الدم اللي هو الديجيتال فيجن موديل لسه تعمله برده انهانسمنت زي اللنسات ماشي يا شباب، كل اسمها انهانسمنت بتعمل فيل ان الجابس، لان الدم فيه جابس كتير جدا لازم نعرف ان كل حاجه دي هنتعرف عليها ان شاء الله في الحلقه القادمه. الى هنا نتوقف ونلتقي في الحلقه القادمه، ارجو تكون هذه الحلقه قد مفيده، السلام عليكم.